السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الأول المتوسط في درس جديد من دروس التربية الفنية، نتعلم فيه القيم الفنية والجمالية للمنسوجات. والنهاردة إن شاء الله نحاول نشتغل باستخدام الشرائط الملونة تبسيطا على الطلاب عشان يكون الموضوع سهل وفي متناول الجميع، وإزاي إن أنا أنتقل من طريقة النسيج العادي اللي هو واحد فوق واحد وواحد تحت واحد اللي هو النسيج اللي بسميه واحد على واحد بلونين مثلا، لأ أنا ممكن أستخدم الألوان وأعمل بيها تكوينات كتير وأعمل أشكال مختلفة وأعمل رسومات عشان أتأمل القيم اللونية والجمالية للمنسوجات. بطريقة بسيطة جدا زي ما احنا متعودين، أنا هجيب الشريط شريطين، هشتغل بشريطين بالعرض وشريطين بالطول. الشريطين اللي بالعرض هيكون لونهم البيج مع الأحمر، والعمودية الشرائط العمودية هيكون لونها أزرق مع أصفر، وهبدأ أركب النسيج مرة فوق ومرة تحت زي ما احنا متعودين، وهبدأ أكرر بنفس التسلسل مرتين أو ثلاثة، المهم أو خمس مرات، المهم إن أنا أبقى عارف أنا قررت الشرائط العمودية كم مرة والشرائط العرضية كم مرة، عشان هرجع اخلف الدرجات، وهي دي الفكرة. لما هبدأ اخلف الدرجات هيظهر عندي التنوع في الشكل زي ما هنشوفه ان شاء الله في نهاية الفيديو، وبكده اكون انا قدرت اطلع من الشكل النمطي او التقليدي المتعارف عليه، اللي من خلاله بقدر ان انا اعمل بس مربعات وتخلف الالوان زي الشطرنج مثلا ابيض واسود بس، لا انا ممكن استخدم اكتر من لون، وممكن اعمل تنوعات كمان في الالوان. هلاقي ان الشكل في النهايه زي ما وريتكم في بدايه الفيديو كده طلع معايا عباره عن اربع مربعات، المربعين المتقابلين اللي هم على هيئه القطر بنفس درجات الالوان، والمربعين اللي عكسهم بنفس درجات الالوان. اقدر اعمل تشكيلات كتير، اقدر ازود في الالوان، اقدر استخدم لونين بس وانوع برضو في التسلسل، مره من فوق خطين ومره من فوق خط اللي هو تركيبات نسجيه مختلفه. اقدر ان انا استخدم الشرائط العموديه والشرائط العرضيه كلها بالوان مختلفه، يعني مثلا انا هعمل خمس شرائط عموديه زي الازرق والاصفر دول مثلا، ممكن اخليهم خمس الوان مختلفه حسب المتوفر عندي. اقدر ان انا اعمل نفس التركيب ونفس الشرائط على النول كمان، سواء النول البسيط المعمول من الكرتون او النول الخشبي المشدود بخيوط. الخيوط نفسها ممكن تكون خيوط رفيعه، ممكن تكون خيوط عريضه. المجال مفتوح عندي ان انا اعمل تشكيلات نسيجية كتير جدا جدا، وبترجع لاختيار وفكر الطالب والتصميم اللي هو حابب ينفذه. حاولت النهاردة في الفيديو ان انا اعمل حاجة مختلفة وفي نفس الوقت بسيطة جدا وسهل ان اي حد ينفذها. مستني رأيكم ان شاء الله في التعليقات، وتابعوا معايا الفيديو للاخر، واستنوني ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Thank you.